تواصل وزارة الداخلية تقديم تيسيرات لحجاج القرعة مع انطلاق أول الأفواج إلى الأراضي المقدسة من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، وذلك صباح اليوم. هذا مع حرص بعثة الحج القرعة بالوزارة على استمرار هذه التيسيرات طوال فترة أداء المناسك. بقلوب تهفو لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، توفد الحجاج في أول فوج من حجاج القرعة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة إذانا ببدء رحلات ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج. فرحة كبرى من الحجاج وذويهم وسط إشادة كبيرة بالتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم منذ لحظة التقدم بطلب الحج حتى الفوز واستيفاء كافة الإجراءات وصولاً إلى هذه اللحظة التي تهفو القلوب إليها من كل بقاع الأرض. أنا مبسوطة جداً لما قدمت في القرعة وقبلت، ولأول مرة كنت بقدم، فالحمد لله قبلت. في شعور مفيش بعد كده، والحمد لله ان ربنا قبلنا من اول مره. الحمد لله ان احنا قبلنا وربنا يتقبلها مننا يا رب. اول ما عرفنا الخبر ما شاء الله رحنا سهلوا لنا كل حاجه وخلصنا كل اجراءاتنا وجابوا لنا الملابس وكل حاجه جات لنا، واحنا في المطار الوقت مسهلين لنا كل حاجه وطالعين على الطياره وان شاء الله. وقد انهى الحجاج اجراءات السفر وسط متابعه وتيسيرات مقدمه لهم من بعثه حج القرعه التي تحرص على توفير الراحه للحجاج وسرعة إنهاء إجراءات المغادرة. خدمة كويسة ما شاء الله، طالب بضيوف الرحمن ما شاء الله، الدنيا متظبطة تمام، ما خدناش أي وقت في تنزيل الحقائب ولا في الوزن ولا في أي حاجة ما شاء الله. دخلنا ختمنا جوازاتنا بكل سهولة وبكل مرونة ما شاء الله، ما قابلناش أي مشاكل خالص ولا قابلتنا أي حاجة خالص ما شاء الله. بنشكر وزارة الداخلية على التنظيم الرائع ده ما شاء الله، حاجة مفرحة جدا جدا ما شاء الله. الإجراءات كلها كانت سلسة جدا، ومن أول ما قدمنا لحد ما بنت القرعة شفافية وحيادية وكل واحد واخد حقه بصراحة. من ساعة ما دخلنا مطار القاهرة استقبال رائع جدا، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، كل الإجراءات كل الناس كله مفيش على طول، يعني الأفراد ماشية على طول. وقد كان في وداع أول أفواج حجاج القرعة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج، والذي طمأن الحجاج على اتخاذ بعثة حج القرعة كافة الإجراءات والتيسيرات التي تضمن لهم سهولة أداء المناسك، وطالبهم بالالتزام بتعليمات البعثة وكذا السلطات السعودية حرصاً على سلامتهم طوال فترة الرحلة. ألف ألف مبروك لنا كلنا بصراحة، يعني إحنا مش مصدقين الفرحة اللي إحنا فيها، يعني إحنا بنشكر طبعاً وزارة الداخلية على دعمها لينا وإجراءاتها والناس الكويسة اللي سهلت لنا كل حاجة. ظهور القرعة حتى الآن يوجد تسهيل لم أراها من قبل في عملية تخليص الأوراق وكل شيء، حتى لما جينا المطار ما أخذناش إلا وقت قليل جداً. فرحة ما تتقدرش بكنوز الدنيا، فرحة ولا قبلها ولا بعدها فرحة. أول ما ترد به القلب بكى علشان، والحمد لله. انطلق الحجاج لركوب طائراتهم متوجهين إلى المدينة المنورة تسيطر عليهم فرحة كبيرة لفوزهم بأداء المناسك وزيارة المسجد النبوي. حاجة جميلة ومشرفة ومتميزة، نشكركم كلكم. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للريس، والله بجد منظمة وجميلة وفرحتنا محدش في الدنيا يقدر. احمد ربنا بهذا الرحلة، رحلة سعيدة الحمد لله، الحمد لله رحلة سعيدة، الحمد لله اللي ربنا نعم عليا بيها، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، الحمد لله. من أول ما بدأنا نقدم وبسرعة النتيجة وبسرعة استلمنا اللبس وبسرعة استنيت تذكرة الطيار. طبعاً باي 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 باي. هكذا هم ضيوف الرحمن مع بدء موسم الحج، وجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، محملين بالآمال في أن تقبل حجتهم وتغفر ذنوبهم.
هي مواكب الحجاج وبشائرهم تتوجه من مطار القاهرة باتجاه الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. ألسنتهم ترتفع بالتلبية وأفئدتهم تهوي إلى زيارة البيت العتيق والصلاة بالروضة الشريفة والسلام على النبي الكريم. في كل هذه الرحلة تقوم وزارة الداخلية بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك في سهولة ويسر. من مطار القاهرة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.